العربية الحديثة لا يفقه منها الإسلاميون شيئا، لأن عندما أردنا أن ننفتح على العالم الجديد والجامعة قلنا لأبنائنا روحوا تعلموا الطب والهندسة، الهندسة الفلاحية وكيفية نقل الناس بالقطار والطائرة، وخرجنا مجموعة كبيرة من شباب خدمي. هذا الشباب الخدمي لا علاقة له بالفكر أصلا، بينما المدرسة التي من شأنها أن تكون مغيري العالم هي مدرسة الفكر، هي العلوم الإنسانية التي هجرها الإسلاميون وهجرها الكثير من الناس. ولذلك أصبحنا عاجزين على أن نفهم الحراك الاقتصادي والحراك الاجتماعي، لأننا لم ندرس لا علوم الاجتماع ولا علوم التربية ولا علوم السياسة ولا علوم الاتصال ولا علوم العمران البشري. وأقول إن الذين يتزعمون الآن في الساحة السياسية ومنهم داعش هم أولئك الذين ملوا من قيادات كان من المفروض أن تقود الشعوب نحو الأفضل. مشايخ يعتنون بنواقض الوضوء، وآخرون يجيرون لفائدة حكام ظلمة يطلبون منهم فتاوى فيفتون، والآخرون قابعون على ساحة الحياة يتحدثون عن الجن أنثى هو أو ذكر. من للشعوب إذا كان علماؤها يقبعون في وادي عبقر عند الجن، وإذا كان مثقفوها لا ينظرون إلى الواقع نظرا مخالط له، وإنما نظر الذي يرقبه عن بعد حتى لا يطير شرره على لباسه فيحرقه. وإذا كان رجال الأعمال يستثمرون على حساب شعوبهم، من لهذه الشعوب حتى تشعر بأنها شعوب حية؟ ألم نكن نحن وكوريا الجنوبية في مرحلة واحدة في سنة 50؟ ما الذي يجعلهم يصبحون قوة ونحن باقٍ ننظر إليهم؟ بل نقتني منتجاتهم بكل عزة واحترام، وندفع أموالنا وعرق جبيننا ودماءنا إليهم، لأننا لم نجد من يحركنا ولم نجد من يفتح علينا باب فهم الواقع والحياة.